أعزائي المشاهدين، أبنائي طلاب الصف الثالث ثانوي التجاري، نرحب بكم في ندوتنا لهذا اليوم. ندوتنا اليوم مخصصة لمادة المحاسبة الخاصة بحث محاسبة الفروع. بداية نرحب بضيوفنا الأنسة زهراء جورية. هلا أنسة زهراء. الأنسة هدى إسماعيل. هلا أنسة. أبنائي الطلاب، تلجأ الوحدات الاقتصادية لتوسيع نشاطها وتصريف منتجاتها عن طريق إنشاء فروع لها في أماكن متعددة أو في مناطق جغرافية متعددة، ويضمن بحث محاسبة الفروع طريقتين، الطريقة المستقلة والطريقة غير المستقلة. أخذنا في الندوات الماضية الفروع التابعة أو الطريقة الغير مستقلة، الطريقة المركزية. الآن سنستذكر مع الأنسة زهراء الطريقة المركزية، وسنأخذ اليوم الطريقة اللامركزية أو الفروع المستقلة. نبدأ معك أنسة زهراء. أبنائي الطلاب، يمكنكم التواصل معنا أو طرح أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة. تفضل يا أنسة زهراء. نحن بالندوة السابقة استعرضنا طبعا محاسبة الفروع. محاسبة الفروع هو عبارة عن بحث طويل، فما يعني الوقت ما استدركنا لأنه بدنا ندوتين. أول أسلوب هي طريقة الطريقة المركزية، وهي تسعي يعني البضاعة أو الفرع لا يكون مستقل محاسبيا، تابع بشكل أو بآخر للمركز. تابع للمركز. فنحن وقت نرسل البضاعة على المركز، يرسل البضاعة على الفرع، الفرع بيكون طبعا بيقوم بأعماله، ولكن تسجيل العمليات تكون في المركز تماما. وعند إرسال البضاعة من المركز إلى الفرع يكون هناك طبعا طريقتين، إما المركز عندما يرسل البضاعة يسعرها بسعر التكلفة أو بسعر البيع. فبسعر التكلفة وبسعر البيع كمان كل وحدة طريقة. فأول شيء راح نستعرض إرسال البضاعة إلى الفرع مسعرة بسعر التكلفة. وتكون مسعرة بسعر التكلفة، فهناك طبعا ايضا للمعالجه المحاسبيه في دفاتر المركز، يعني الفرع ما عنده دفاتر، كله بدفاتر المركز. الطريقه يعني كمان هناك طريقتين، اول طريقه هي طريقه الحساب الواحد للفرع، طريقه الحساب الواحد للفرع وهي الطريقه التي يتم فيها اعداد حساب واحد، يعني حساب واحد للفرع، ويذكر في هذا الحساب او يسجل في هذا الحساب جميع العمليات التي تتم بين المركز والفرع والعمليات التي يقوم بها الفرع بنفسه، ولكن يتم عن طريق المركز تحديدا. بعدين الطريقة الثانية وهي طريقة الحسابات المتعددة. الحسابات المتعددة انه انا كمركز بعثت بضاعة لفرعي طبعا بسعر التكلفة، بنرجع بنقول هاي سعر التكلفة، في عنا اعداد حسابات متعددة. الحسابات المتعددة اللي هي حساب بضاعة فرع، حساب بضاعة مرسل للفرع، حساب صندوق فرع، زبائن فرع، ملخص دخل فرع، حساب أصول ثابتة للفرع طبعا. وبالأخير بتكون الحسابات موحدة، يعني حسابات الفرع تظهر في حسابات المركز مع بعضهم. الطريقة الثانية اللي هي إرسال البضاعة إلى الفرع بسعر البيع. طبعا إرسال البضاعة إلى الفرع بسعر البيع كمان هي من الطريقة اللامركزية. طبعا هناك عدة أساليب لإثبات هذه أو لتسجيل القيود المحاسبية بسعر البيع، وهناك أساليب متعددة، في أسلوب الجرد المستمر وفي أسلوب الرصيد، ولكن نحن في بحثنا سنكتفي باسلوب الجرد المستمر. طبعا اسلوب الجرد المستمر طبعا اكتفينا واخذنا وشرحنا في الندوه السابقه انه هو اهم شيء في اسلوب الجرد المستمر، انه هو انا دائما فيكون عندنا رقابه مستمره على المخزون السلعي من حيث الكميه والقيمه. طبعا في هذا الاسلوب دائما لازم يكون الرصيد الفعلي لبضاعه الفرع تتطابق مع الرصيد الدفتري بشكل دائم. طبعا هناك حسابات في هذه الطريقه، طبعا تفتح حسابات ذكرناها في الندوه السابقه، وخلينا تمارين عليها. وفي هذه الطريقه نلاحظ ان حسابات الفرع تدخل مع حسابات المركز، يعني هو حساب ملخص دخل للمركز، وطبعا ميزانيه المركز او قائمه المركز المالي بالمركز تظهر نتائج الفرع، يعني يكونوا مع بعضهم. يعني نقدر نقول انه الفروع التابعه او الفروع غير المستقله تابعه بتعليماتها للفرع للوحده الاولى، وتسجيل كل شيء خاص فيها يكون في المركز. تمام. بينما الفروع هلا وحلينا مسائل عليها، هلا رح نبدا بال تمام. آنسة هدى، هلا استذكرت معنا الآنسة زهراء اللي ما كان بالندوه الماضيه بشكل سريع عن الفروع التابعه او التي تاخذ تعليماتها بشكل مباشر من الوحدة الأم. الآن الفروع المستقلة أو الفروع التي تتمتع بصلاحيات كاملة، لو نأخذ فكرة عنها ونأخذ تمرين. الفروع المستقلة تسمى بتتبع أسلوب اللامركزية في العمل.
بمعنى أن الفرع المستقل بيمسك بمارس العمليات المحاسبية اللي بيمارسها المركز تماما، بمعنى في عنده دفاتر محاسبية، في عنده تعامل مع الغير، ممكن يفتح حساب ملخص دخل خاص به، يعمل بحرية تامة في له قائمة مركز مالي خاصة فيه. الفروع المستقلة بدنا ننتبه لناحية انه تعاملاتها ما بتكون مع المركز فقط، تمام، وانما ممكن ان تتعامل مع الغير باعتبار صار لها استقلالية، ممكن تماماً يكون لها اسم مع الغير. تماما. أما بالنسبة للفروع السابقة الاسم هو المركز الرئيسي مع تماما الغير. وهي نقطة الخلاف الأساسية بين الفروع المستقلة وغير المستقلة. تمام. في الفروع الغير مستقلة كنا نلاحظ انه هي مجرد مراكز بيع، وكل المبيعات كانت عبارة عن بضاعة ترسل للفرع من المركز. تمام. أما بالوقت الحالي نحن ممكن نلاقي أنه ممكن المركز يرسل بضاعة إلى الفرع، وبنفس الوقت الفرع ممكن أنه يشتري مشتريات عن طريق موردينه الخاصين. تمام. لذلك بدنا نلاقي مجموعة من العمليات اللي بدنا نتعامل فيها مع الغير مو موجودة بالفروع ما أنا موجودة السابقة. بالفروع تابعة. التابعة، وعمليات خاصة بين الفرع والمركز. طبعا. الحقيقة نحن بهالطريقة هاي بدنا نعتمد كثير على القيود المحاسبية اللي تعلمناها بالسنوات الماضية بالصف الأول الثانوي أو الثاني الثانوي، لأنه العمليات مع الغير حتكون وفق طريقة الجرد المحاسبية التقليدية اللي نحن نعرفها. طبعا. ممكن بمعنى الفرع يشتري، فمنقول من المشتريات إذا كان نقدا إلى صندوق، ممكن يشتري لأجل من المشتريات إلى الموردين، ممكن يبيع البضاعة من نقدا من الصندوق إلى المبيعات، ممكن يبيع البضاعة يعني مثل كأنه مركز تماما. نعم تماما نفس العمليات المحاسبية اللي كنا نشوفها سابقا، هي مع الغير. اما مع التعاملات الفرع مع المركز الرئيسي فبنلاحظ انه العمليات المتبادله بين الفرع والمركز بتتم من خلال عده حسابات. ممكن نفتح نحن حساب البضاعه الوارده، البضاعه اللي عم تجي للفرع من المركز، حساب الدفعات النقديه، جاري المركز الرئيسي، المركز الرئيسي وملخص الدخل. تمام. نعم. العمليات التي يمكن أن تتم بين المركز والفرع والتي تظهر في دفاتر الفرع، العملية الأولى هي إرسال المركز للأصول الثابتة للفرع. ممكن المركز يبعث للفرع أصول ثابتة كآلات، أثاث، أي نوع من أنواع الأصول. بهالحالة هي نحن منقول من حساب الأصول مثلا أثاث إلى حساب المركز الرئيسي. الناحية الثانية ممكن يصير تبادل نقدية بين المركز والفرع. في حال النقدية المحولة من المركز إلى الفرع يسجل المركز من الصندوق إلى دفعات نقدية. نحن عم نوسط حساب الدفعات النقدية، لأنه مثل ما بتعرفوا الدفعات النقدية ممكن تكون كثيرة ومتتالية، فأنا ما بدي أكبر من حساب جاري المركز الرئيسي. عم وسط حساب اسمه حساب الدفعات بما يتعلق بالدفع النقدي أو الكاش في حساب دفع تماماً. نقدي أمور تانية أو حسابات تانية في إلى حساب جاري المركز جاري المركز الرئيسي. تماما. النقدية ممكن أنه الفرع يحول نقدية إلى المركز، فبهالحالة هي بنقول طيب من الدفعات النقدية إلى حساب الصندوق أو المصرف. تمام. الملاحظة الهامة أنه رصيد الدفعات النقدية يجب أن يقفل في حساب جاري المركز الرئيسي، ممكن أن يكون دائن وممكن أن يكون مدين جاري المركز في هذه الحالة. تمام. العملية الرابعة هي إرسال البضاعة من المركز للفرع، منقول من حساب بضاعة واردة إلى حساب جاري المركز الرئيسي، وممكن أنه الفرع يحول جزء من البضاعة إلى المركز، فبيكون جاري المركز مدين من جاري المركز الرئيسي إلى حساب البضاعة الواردة. وطبعا ما بدنا ننسى أنه حساب البضاعة الواردة يعامل معاملة المشتريات، فيقفل في ملخص الدخل، لأنه بالنتيجة المبيعات اللي بده يقوم فيها الفرع حتكون جاية إما من المركز البضاعة الواردة أو من خلال المشتريات، فمعاملتهم عم بتكون بالمثل، فيقفل حساب البضاعة الواردة في ملخص الدخل. بنقول من ملخص الدخل إلى حساب بضاعة
واردة. وبحب ألفت انتباه الطالب، يا ريت لو ينتبهوا بهالناحية، إنه ما في عنا كلمة فرع نهائياً، يعني ما فيني أقول ملخص دخل الفرع مثل الطريقة الأولى، لأنه المركز هو الفرع هو عم يعني يكتب بدفاتره تمام. الخاصة في استقلالية في استقلالية في تمام. يعني بنلاحظ أنسي هدى هون أنه في ملاحظتين مهمين. تفضلي. إنه يظهر رصيد حساب جاري المركز الرئيسي وحساب المركز الرئيسي في قائمة المركز تماماً. المالي للفرع بدلا نعم. من راس المال نعم. وايضا تغفر مصاريف الفرع كافه والحسم الممنوح والجون المعدومه والاستهلاكات ايضا في حساب ملخص الدخل نعم. بالنسبه الى المصاريف، قد يسدد المركز مصاريف عن الفرع، في هذه الحاله بنقول من حساب المصاريف الى حساب جاري المركز الرئيسي، وممكن الفرع هو نفسه يسدد مصاريفه بذاته، فبهالحاله هي بنقول من حساب المصاريف إلى حساب الصندوق. تمام. الآن بعد أخذ هالملاحظتين والملاحظات اللي قلتيها حضرتك بعين الاعتبار، ناخذ تمرين عملي لنطبق هي القيود بشكل عملي. تفضلي. إن شاء الله في عنا. بس معلش لو على عجالة لخص العمليات. أي والله يا ريت. تمام. لخص عمليات طبعا عمليات الفرع مع الغير واضحة مثل ما أن أخذناها بسنوات سابقة. عمليات المركز مع الفرع. اولا ممكن انه المركز يرسل اصول ثابته تمام. فبهالحاله هي نحن بنقول من الاصل الى المركز الرئيسي، وهي الحاله الوحيده اللي بيظهر فيها حساب المركز الرئيسي. باقي العمليات ما بتكون المعامله مع جاري المركز الرئيسي اللي هي يعني دائما ممكن تكون ملاحظه اي شيء ثابت هو مركز رئيسي تماما، اي اصل ثابت مركز رئيسي تمام. اي اصل متداول تمام. يعني عباره عن بضاعه نقديه تمام. بتكون تمام. جاري المركز الرئيسي نعم. فالعمليات اذا ارسال الاصول الثابته، البضاعه اللي ممكن ترد من المركز الى الفرع وبالعكس، الدفعات النقديه المتبادله بين المركز والفرع واللي بنسكر رصيد او في جاري المركز الرئيسي، والمصاريف التي يمكن ان يدفعها المركز عن الفرع. تمام. هلا ممكن نتطرق للمثال. فيما يأتي العمليات التي تمت خلال عام 2012 في مركز شركة النعيم في مدينة دمشق وفرعها في مدينة طرطوس. أرسل تفضلي. ممكن إذا طبعا نقرأ المسألة وكل بند يكون حله يعني على حدة، يعني تبتدي تقرأي وبعدين تمام مو مشكلة، يعني يعرف المطلوب منه تمام تمام مو مشكلة. أرسل يعني المركز للفرع بضاعة بسعر التكلفة بمبلغ 40,000 ليرة سورية، معناته لو بنطلع الحل مباشرة مباشرة بتكون نعم الحل مباشرة. أرسل المركز ونعيد، أرسل المركز للفرع بضاعة بسعر التكلفة بمبلغ 40,000 ليرة سورية. طبعا البضاعة لما بيبعتها المركز بنقول من حساب البضاعة الواردة إلى حساب جاري المركز الرئيسي، إثبات البضاعة الواردة من المركز. طبعا البند الثاني، اشترى الفرع بضاعة بمبلغ 60,000 ليرة سورية. نرجع للتمرين عفوا عاصي شوي لنص التمرين. بدك ترجع نرجع انا مشان هيك قلت لك اذا بدك تقراه كله وبعدين طب نقراه كله بشكل سريع نقراه كله نرجع نفصل مو مشكلة. يعرف الطالب هو يعني بشكل شامل بشكل عام فكره انه شيء مطلوب بعدين بيرجع بشكل كل المعلومات. فيما ياتي العمليات التي تمت خلال عام 2012 في مركز شركه النعيم في مدينه دمشق وفرعها في مدينه طرطوس. ارسل المركز للفرع بضاعه بسعر التكلفه بمبلغ 40,000 ليره سوريه. اشترى الفرع بضاعة بمبلغ 60,000 ليرة سورية، منها 40,000 ليرة سورية نقدا والباقي على الحساب. بلغت قيمة البضاعة المعادلة للمركز مبلغ 10,000 ليرة سورية. بلغت المصاريف التي دفعها المركز نيابة عن الفرع 5,000. باع الفرع بضاعة بمبلغ 70,000 ليرة سورية نقدا و 30,000 ليرة سورية على الحساب. بلغت قيمة مردودات المبيعات الآجلة مبلغ 10,000 ليرة سورية. المبالغ المحولة من المركز إلى الفرع بشيكات 30,000 ليرة سورية. اشترى الفرع أساس بمبلغ 17,000 ليرة سورية بشيك. أرسل المركز إلى الفرع آلات بمبلغ 70,000 ليرة سورية. المصاريف التي دفعها الفرع بلغت 600 ليرة سورية نقدا،
حول الفرع إلى المركز مبلغ 15,000 ليرة سورية بشيك، سدد الفرع للموردين مبلغ 15,000 ليرة سورية نقدا، قدرت بضاعة 31/12 بمبلغ 100,000 ليرة سورية المطلوب تسجيل العمليات السابقة في يومية الفرع. إذا بنبلش بالقيد الأول اللي هو إرسال البضاعة من المركز إلى الفرع، يكون في القيد التالي مثل ما قلنا، من حساب البضاعة الواردة إلى حساب جاري المركز الرئيسي إثبات البضاعة الواردة. طبعا هذا من الثاني. اشترى الفرع بضاعة بمبلغ 60,000 ليرة. اشترى الفرع بضاعة بمبلغ 60,000 ليرة سورية، منها 40,000 ليرة سورية نقدا والباقي على الحساب. هون مثل ما نوهنا للطالب بالفروع التابعة ما في عندي مشتريات، في عندي هون هاي الفرق، في عندنا هون مشتريات، لذلك ممكن تكون مشتريات نقدية ممكن تكون آجلة. قيمة المشتريات كلها 60,000، منها 40,000 نقدا، إذا من المشتريات إلى الصندوق 40,000، إلى الموردين 20,000 ليرة سورية الشراء النقدي والآجل. طبعا المشتريات تقفل في ملخص الدخل، أن احنا ممكن نأجل الإقفال إلى نهاية الدورة المالية، ولكن مشان الطالب يعني دغري يعرف تخيل وين رايح المبلغ تماما ممكن يعمل الإقفال بشكل مباشر. بلغت قيمة البضاعة المعادة للمركز مبلغ 10,000 ليرة سورية، معناتها الفرع رجع البضاعة للمركز. ويا ريت لو الطلاب هون ينتبهوا بين مرد المبيعات ومرد البضاعة من الفرع إلى المركز. نعم. القيد هو من جاري المركز الرئيسي، بما أنه المركز هو اللي أخذ البضاعة فحتما حيكون في الطرف المدين، ب 10,000 ليرة سورية إلى حساب البضاعة الواردة اللي نقصت كمان بقيمة 10,000 ليرة سورية رد البضاعة. وأقفل البضاعة. نقفل طبعا رصيد البضاعة الواردة يقفل في ملخص الدخل مثل ما قلنا. الإرسالية كانت ب 40، رد البضاعة كانت 10، فالرصيد هو 30,000 ليرة سورية من ملخص الدخل إلى حساب البضاعة الواردة. بلغت المصاريف التي دفعها المركز نيابة عن الفرع 5,000 ليرة سورية. كمان هون بدي نوه للنقطة، نرجع نذكر طلابنا المصاريف ممكن يدفعها الفرع من صندوقه الخاص، وممكن باعتباره مستقل. نعم تمام. باعتباره مستقل، وممكن المركز يدفع مصاريف عن الفرع وفق القيد التالي: من المصاريف إلى جاري المركز الرئيسي المصاريف التي سددها المركز عن الفرع بقيمة 5,000 ليرة يعني سورية. الشغلة الأساسية بهي الطريقة أنه نميز أي مصاريف للتابعة على المركز بشكل مستقل وأني جاي من المركز الرئيسي. نعم. وأني مثلا مشتريات أو البضاعة، يعني البضاعة اللي واردة من المركز أو البضاعة اللي اشتراها هو المركز تماما الاستقلالي. هون هي التصنيف، هي معرفة هي الحسابات ومعرفة تصنيفها هي يعني هي المهارة تماماً. اللي نحن بدنا يا الطالب يعرف هاي، يعني طبعا يكتسب مهارة يعني تعليمها مهني، فهي المهارة لازم يعرفها أو يقدر يحدد هون ويفرق بين المبيعات وبين المبيعات أو المشتريات. إذا كانت مستقلة مشتريات ومبيعات، إذا كانت واردة من المركز بضاعة واردة. تماما. باع الفرع بضاعة بمبلغ 70,000 ليرة سورية نقدا و 30,000 ليرة سورية على الحساب. هون طلابنا ينتبهوا انه رجعنا التعامل مع الغير، رجعنا للقيود المحاسبيه اللي كنا ناخذها بالسنوات السابقه، يعني مجرد استذكار، انا ما عندي هون شيء جديد. فالقيد البيع بده يكون من المذكورين: البيع النقدي 70,000 ليره سوريه صندوق، والبيع الاجل حساب الزبائن 30,000 ليره سوريه الى حساب المبيعات 100,000 ليره سوريه. ومثل ما بنعرف المبيعات تقفل في الجانب الدائن من ملخص الدخل. بلغت قيمة مردودات المبيعات الآجلة مبلغ 10,000 ليرة سورية، معناتها نحن هون المركز أو الزبائن ردوا بضاعة إلى الفرع بقيمة 10,000 ليرة سورية من مردودات المبيعات إلى حساب الزبائن إثبات المردودات بقيمة 10,000 ليرة سورية،
وطبعا تقفل المردودات في ملخص الدخل. الآن هون نوهت على المردودات، لازم يعني كمان هون يفرق الطالب، هون في فرق بين مردودات مبيعات بين البضاعة المردودة المردود للمركز. طبعا طبعا هون الطالب بده يفرق بيناتهم وبعدين. تماما، هي العبارة واضحة بس مجرد انتباه، يعني هو الطالب نحن يعني مجال الطالب هو أهم شيء إنه يمتلك المهارة، فنحن عندنا كل وحدة لازم يكون في عنده مهارة في الوحدة السابقة حتى يعني حتى يجتاز المرحلة، لازم يكون في عنده مهارة إنه يقدر يسجل القيود بشكل عام. مهارة الخاصة أساسية للمحاسب أو لمهنة التعليم التجاري هي الدقة، الدقة وتفصيل الحسابات بحيث يكون كل حساب بمكانه. شكرا، تفضل. المبالغ المحولة من المركز إلى الفرع بالشيكات 30,000 ليرة سورية، المركز ممكن يحول لي أنا مبالغ نقدية وممكن يحولها بشكل شيكات. هون بمثالنا محولة بشيك، فمن المصرف إلى حساب دفعات نقدية. لاحظ عزيزي الطالب أنه بالدفعات النقدية حص بالمبالغ المحولة حصرا وسطنا حساب اسمه حساب الدفعات النقدية، لأنه جاي من المركز. نعم، حساب وسيط يجب أن يقفل في النهاية بجاري المركز الرئيسي، بين الحسابات الرئيسي التابعة للفرع بشكل مستقل والحسابات اللي جاي من المركز. تماما. اشترى الفرع أساس بمبلغ 17,000 ليرة سورية بشيك. كمان الأساس مثل ما إن الأساس ممكن يجي من المركز، الفرع ممكن يشتري، ما في عندنا مشكلة. من حساب الأساس إلى حساب المصرف شراء الأساس 17,000 ليرة سورية. أرسل المركز إلى الفرع آلات بمبلغ 70,000 ليرة سورية. يا ريت لو هون هلأ الطالب يقارن الأصول الثابتة لما بيرسل المركز، بدنا نقول من الآلات إلى المركز الرئيسي، لأنه ما اندفعت من قبل الفرع وإنما تم إرسالها من المركز. المصاريف التي دفعها الفرع بلغت 600 ليرة سورية نقدا. كمان هنا في عناصر مشتركة، المصاريف ممكن أن تدفع من المركز وممكن أن تدفع من الفرع نفسه. هون الفرع هو اللي دفع المصاريف، فأكيد خرجت من الصندوق، فنقول من المصاريف إلى حساب الصندوق 600 ليرة سورية. إذا متذكر من شوي المركز دفع عن الفرع مصاريف بقيمة 5,000، وهلأ الفرع دفع من صندوقه الخاص 600، فبنجمع مجموع المصاريف الاثنين 5,000 مع 600، 5,600 أكيد حيتم إقفالهم في ملخص الدخل. حول الفرع إلى المركز مبلغ 15,000 ليرة سورية بشيك. هلأ هون العملية صارت معاكسة، الفرع هو اللي بعت مصاري إلى المركز، فبدنا نقول من حساب دفعات نقدية إلى حساب المصرف، كون المصرف نقص رصيده بقيمة 15,000 ليرة سورية إرسال الدفعات. رصيد الدفعات النقدية مثل ما قلنا، يا ريت لو نحن كنا نقدر نفتح حساب، ممكن نفتح حساب صغير بيكون دائم ب 30,000 ومدين ب 15,000، معناتها قيد الإقفال من حساب دفعات نقدية إلى حساب جاري المركز الرئيسي. جاري المركز الرئيسي هون دائم، كونه بعد المبلغ اللي أرسله هو أكبر من المبلغ اللي إجاه من الفرع، وممكن في بعض الأحيان يكون مدين، يعني يكون القيد معاكس إذا ممكن حسب المبلغ. أيوة، فمعنا متقيدين أنه دائما بالدفعات النقدية يكون جاء المركز دائم، ممكن يكون دائم أو مدين. سدد الفرع للموردين 15,000 ليرة سورية نقدا، منها هي الجزء من التعاملات مع الغير اللي حكينا عنها، من حساب الموردين إلى حساب الصندوق بسداد المبلغ بقيمة 15,000 ليرة سورية. قدرت بضاعة 31/12 بمبلغ 100,000 ليرة سورية. طبعا كلياتنا بنعرف انه بضاعة 31/12 بيتم اقفالها في ملخص اثباتها في ملخص الدخل بقيمة 100,000 ليرة سورية، اثبات بضاعة اخر المدة. تمام، طبعا لا تقفل بضاعة اخر المدة، اقفال يتم اثباتها لانه ظاهرة في المسألة اساسا. تمام، شكرا آنسي هدى. الآن نأخذ تمرين ثاني آنسي زهرة على الفروع المستقلة، ولكن هالمرة تمرين غير محلول باعتبار أخذنا تمرين محلول. طبعا التمرين راح أقوم بقراءته وبعدين الحل راح يكون بند بند. فيما يأتي بعض الأرصدة المستخرجة من دفاتر فرع
ميسون بمدينة اللاذقية التابع لمنشأة السلام بمركزها الرئيسي في مدينة جبلة التي تتبع نظام الحسابات اللامركزية فروع مستقلة. 15,000 ليرة سورية بضاعة أول مدة، 50,000 ليرة سورية جاري المركز الرئيسي، 10,000 ليرة سورية المركز الرئيسي. وقد تمت العمليات الآتية في الفرع خلال عام 2012: 1- مشتريات الفرع 80,000 ليرة سورية، منها 20,000 ليرة سورية على الحساب. مبيعات الفرع 150,000 ليرة سورية، منها مبلغ 30,000 ليرة سورية على الحساب. البضاعة الواردة من المركز 50,000 ليرة سورية، والمردودة إلى المركز 7,000 ليرة سورية. 4- بلغت التحويلات النقدية الواردة من المركز مبلغ 20,000 ليرة سورية، والتحويلات النقدية المحولة إلى المركز مبلغ 70,000 ليرة سورية. 5- تم شراء أثاث بمبلغ 5,000 ليرة سورية نقدا، وقيمة الأثاث الواردة من المركز 10,000 ليرة سورية. 6- بلغت مصاريف الفرع 15,000 ليرة سورية، منها مبلغ 5,000 ليرة سورية سددها المركز. 7- بلغت قيمة المقروضات من المدينين 20,000 ليرة سورية نقدا، كما بلغت الديون المعدومة 1,000 ليرة سورية. 8- بلغت قيمة التسديدات من الموردين 15,000 ليرة سورية نقدا بعد حصول الفرع على حسب مكتسب 500 ليرة سورية. 9- قدرت بضاعة 31/12 آخر مدة بالفرع بمبلغ 25,000 ليرة سورية. المطلوب: 1- أو أولا تسجيل القيود اليومية اللازمة للعمليات السابقة في دفاتر الفرع. 2- إعداد الحسابات الآتية: المركز الرئيسي، الدفعات النقدية، جاري المركز الرئيسي، ملخص دخل. طبعا المسائل غير محلولة، بتكون أعم وأشمل من الأمثلة المحلولة الموجودة في خلال البحث، لأنه هي الأمثلة المحلولة على كل فقرة، فبعد البحث بده يكون طبعا نظرة أكبر. طبعا أول شيء الحسابات اللي ظهرت عنا يعني هي بضاعة أول مدة وجاري المركز الرئيسي، والمركز الرئيسي هي حسابات سابقة، فمعناتها هون أنا في سنة سابقة، وهلا أنا جاية على السنة الثانية، مو تأسيس سمي أول علاقة، يعني في علاقات سابقة. خلال العلاقات السابقة أعطوني الأرصدة طبعا الموجودة. أول عملية هي مشتريات الفرع 80,000 ليرة سورية، منها مبلغ 20,000 ليرة سورية على الحساب. فهون المشتريات هي عمليات مع الغير، فيكون القيد من حساب المشتريات إلى مذكورين موردين وصندوق على الحساب 20,000. عمليات محاسبية، عمليات حسابية وجمع وطرح. يعني موردين إذا على الحساب 20 وهي 80، فأكيد الصندوق النقدي دفعنا 60,000 ليرة سورية. طبعا هي إثبات المشتريات النقدية والآجلة. مباشرة نقفل حساب المشتريات في ملخص الدخل، من حساب ملخص الدخل إلى حساب المشتريات. العملية البعدها مبيعات الفرع 150,000 ليرة سورية، منها مبلغ 30,000 ليرة سورية على الحساب. طبعا بما أنه مبيعات، فطبعا دائما المبيعات بتكون دائمة. طريقة البيع: بعنا على الحساب، فمعناتها في نقدي في على الحساب. بيكون مذكورين، من مذكورين زبائن وصندوق إلى حساب المبيعات. نجي على الحساب، شو هو على الحساب 30، فبحط جنب الزبائن 30,000 والمبيعات 150، الفرق بيناتهم هو رح يكون النقدي أو المبلغ النقدي الذي تم به البيع يلي هو 120,000. طبعا أثبتناها، فبعدها رح يجي إقفال المبيعات. إقفال المبيعات تكون في ملخص الدخل، ملخص الدخل يكون القيد. طبعا المبيعات دائنة، إقفالها رح تكون مدينة من حساب المبيعات إلى حساب ملخص الدخل. نجي على العملية طبعا 3، هي البضاعة الواردة من المركز 50,000 ليرة سورية والمردودة إلى المركز 7,000. أول شيء نسبة البضاعة الواردة وبعدين المردودة. الواردة طبعا القيد من حساب كامل. أيوة، من حساب بضاعة واردة إلى حساب جاري المركز الرئيسي. فنحن هون يعني جاري المركز الرئيسي أنسى سوسن، يعني في نظرات محاسبية، جاري المركز الرئيسي ممكن حتى أنا أقفله بالمركز الرئيسي، يعني يظهر معي في ميزانية الفرع مركز رئيسي ممكن إذا أنا أقفلته. يعني هلا مثل ما تفضلت الآن إنه إذا دفعات نقدية بضاعة يعني ممكن يكون مدين دائم، فهن لأنه أنا المركز الرئيسي وبمثل رأس المال. تمام. فأنا ممكن إنه نحن هلا هالطريقة ما حاطينها بالكتاب، بس ممكن يعني الطلاب رح يطلعوا لجامعة، رح يطلعوا لمعاهد، أيوة رح يطلعوا لمراحل أعلى. فهون هو من حساب بضاعة إلى حساب جاري المركز الرئيسي. فنحن ليش بنسمي جاري هون في هالحالة هل؟ يعني ما أنا ليش ما مركز رئيسي؟ ليش هون جاري مركز رئيسي؟ لأنه دائما هي عبارة عن قاعدة، أنا يعني طبعا طلابنا كلهم يعرفوا إنه كلمة جاري إيش معنى جارية، فهو مستمر في الجريان، فممكن أنا يكون مدين، ممكن يكون دائم، ممكن أنا آخذ منه وأعطي، كأنه متداول نوعا ما، يعني هو
فهي التسميه يعني كلمه جاري، في حركه، ايوه، في هي التسميه تجاريا جاي، انه انا ممكن اخذ ممكن اعطي فبسميه ما جاري. له شيء ثابت، ايوه، مثل فهو حساب المركز ايوه الرئيسي. المركز الرئيسي هو عباره عن موجودات الثابته اللي الفكره يرسلها تمام. من حساب بضاعه وارده الى حساب جاري المركز الرئيسي، هي استلام البضاعه. جينا على الرد، الرد بيكون بقيد معاكس لقيد تمام الاستلام، من حساب جاري المركز الرئيسي الى حساب بضاعه وارده، اثبات رد البضاعه. العملية اللي بعدها، بلغت التحويلات النقدية الواردة من المركز مبلغ 20,000 ليرة سورية، والتحويلات النقدية المحولة إلى المركز 70,000 ليرة سورية. فهي عمليات طبعا إثبات، ويكون الرد عكسي يعني، أو الإرسال معاكس بيكون قيود عكسية. من حساب الصندوق إلى حساب الدفعات النقدية 20,000، طبعا هي اللي استلموها من المركز. هلا في عنا نقديه محوله الى المركز بقيد معاكس، من حساب الدفعات النقديه الى حساب الصندوق، المبالغ المحوله 70,000 ليره سورية. طبعا هون الطالب انه ممكن يقول لك انه انا اجاني من المركز 20,000 ليره سورية، يعني انا استلمت، انا كفرع استلمت 20، شلون انا بعت 70؟ طالب ممكن يعني هيك يخطر له، انا يعني اذا الطالب ما تسال انا راح اسال يعني انه انا 20 استلمت دفعت 70، انا مو عندي مبيعات، مو عندي في عندي مشتريات مبيعات ومبيعات نقديه، خاصة فيني، المبيعات اللي بيجيني منها ايراد، المشتريات بدي ادفع، فهون اجاني مبيعات فانا بعت، اجى صار عندي نقديه وانا اجاني ايراد من نقديه العمليات فرجيت، المستقلة ايوه، اللي فهون تابعة للمركز ايوه هون الطالب خاصة، لازم بقى يصير عنده هو محاكمة محاكاه عقلية لحاله، انه انا محاسبية ممكن ايوه محاكاه مشان يقدر يعني يفسر ايوه الارقام. يفسر القيود المحاسبيه. فهون من حساب الدفعات الى حساب الصندوق هي طبعا تحويل من الفرع الى المركز. طبعا العمليه اللي بعدها، تم شراء اساس بمبلغ 5,000 ليره سوريه نقدا، وقيمه الاساس الوارده من المركز 10,000 ليره سوريه. هلا هون انسي سوسن، هون اساس مره مع الغير العلاقه ومره مع المركز الرئيسي. ايه المركز الشراء الاساس، اول شيء اذا مع الغير يعتبر كمشتريات عاديه، يعني انه انا اشتريت يعني اساس عادي، يعني شراء اصل ثابت من حساب الاساس الى حساب الصندوق يلي هو مبلغ 5,000 ليره سوريه. بعدين اجاني اساس كمان، منين اجاني؟ اجاني من المركز الرئيسي. المركز الرئيسي طبعا وقت بستلم الاساس من حساب الاساس انا ما دفعت حقه، ما لا بشيء ولا بنقديه، مين دفع او مين الرئيسي. انا منين اجاني؟ من المركز الرئيسي، فبحطه الى حساب المركز الرئيسي. معناتها الملاحظه اللي انتبه عليها الطالب انه المركز الرئيسي ما بيظهر الا مع الاصول الثابته فقط مره واحده، بينما جاري المركز الرئيسي مع البضاعه والمصاريف الجاريه والنقديه. بلغت مصاريف الفرع 15,000 ليرة سورية، منها مبلغ 5,000 ليرة سورية سددها المركز. طبعا مصاريف كلها طبعا هي قواعد محاسبية، انه هي المصاريف دائما دائنة وقت انا بدي اكون بدي ادفعها، فهي بدها تكون مدينة دائما من حساب المصاريف. كيف تم الدفع؟ الدفع يا اما بيكون الدفع كامل المبلغ، او هون عم بيقولوا لك مشترك، يعني انه سدد من المركز، فمعناتها انا معناتها دفعت من صندوقي وجزء من المركز، فمعناتها الى مذكوري، صارت حسابات متعدده اكثر من حساب. بيكون القيد الى مذكوري، من حساب المصاريف الى مذكوري، حساب جاري المركز الرئيسي، حساب الصندوق. بنشوف نحن قالوا لي منها مبلغ 5,000 سدد المركز، معناتها جاري المركز الرئيسي 5,000 والمبالغ والمصاريف 15، فمعناتها الصندوق 10,000. يعني سددها المركز هي اللي جاري المركز واللي سددها. ايه بس انا مش طالع المبلغ النقدي، هو ايوه عشان انا احسب المبلغ النقدي، انه انا 15 كل المصاريف، سدد المركز 5، معناتها انا نقديا قد ايش سددت؟ 10,000 ليره. هي طبعا المصاريف تقفل في الحساب الخاص الدخل، لانه هو عباره عن طريقه لا مركزيه، ويوجد لديه دفاتر خاصه به، يوجد لديه حسابات ختاميه، يوجد لديه قائمه مركز مالي، يعني هون بينتبه الطالب مثل ما قلنا يتمتع باستقلاليه، ايوه بحريه كاملة. ايوه استقلاليه تامه. طبعا اقفال المصاريف من حساب ملخص دخل الى حساب المصاريف. العمليه اللي بعدها، بلغت قيمه المقبوضات من المدينين 20,000 ليره سورية نقدا، كما بلغت الديون المعدومة 1,000. فأنا هون بالنسبة لي المدينين، منين بتجي المدينين؟ مدينين أو الزبائن، يعني نحن هلا المدينين هو لفظ يقابل أو يعادل اللي بعت بدون على الحساب طبعا، أيوة. بدون ما ما قبض معاها، فهو هو دفع منا أو قبض من المدينين 20,000 ليرة. طبعا نقدا يعني صندوق، المدينين وقت عملية البيع بيكون طبيعة الحساب مدين. وقت السداد بيصير دائن من حساب الصندوق إلى حساب المدينون 20,000 ليرة. عبلوا لي كمان ديون معدومة، ديون معدومة بدي أثبتها، وين تثبت الديون المعدومة؟ منين عدم المبلغ؟ المبلغ انعدم من المدينين
لانه انا كزبون او انا عندي زبون ما سدد لي مبلغ، فهالمبلغ بدي احمله له. تمام. اول شيء بدي اثبت انه هو ما سدد لي. اثباته بكون من حساب الدين المعدوم الى حساب المدينون، يعني انا ما قلت صندوق لانه ما قبضته. ما في امل بالتحصيل كمان. يعني ما في انه خلص انتهى يعني الموضوع. انتهى موضوع هالدين هذا، فبدي اثبته بالمدينون. مجرد نقول معدوم معدوم. ايوه خلص. سوسن هون بياثر على حساب المدينون، ليش؟ لانه المدينون هو البيع على الحساب، فكان مبلغ معين على الحساب، هالمبلغ المعين جزء سددوا لي جزء انعدم. فبدي اثبت الجزء المعدوم، فبقول من حساب مدينون الى حساب، من حساب دين معدوم الى حساب مدينون. يقفل الدين المعدوم وين؟ في حساب ملخص الدخل. من حساب ملخص الدخل الى حساب ديون المعدوم. بلغت طبعا 8 بلغت قيمه التسديدات للموردين 15000 ليره سوريه بعد حصول الفرع على حسم مكتسب 500 ليره سوريه. هون الطالب في الفاظ انسه سوسن يعني بتدل الطالب، بلغت قيمة التسديدات للموردين 15، يعني أنا وقت اشتريت بضاعة اشتريت على الحساب، هلا بدي أسدد 15. هون الطالب بتسأل إنه هال 15 هي ال 500 منه ولا ال 500 بدونه؟ أيوة تمام صح؟ ولكن كلمة بعد حصول كلمة بعد حصول، يعني أنا سددت ال 15 بعد ما حصلت على ال 500، يعني معناتها ال 15 ما لها علاقة بال 500، إنه أنا 15000 سددتها للموردون، ما لها علاقة بال 500. فمعناتها وبعدين كسبته، يعني هلا اذا بده يكون حساب الموردين معناتها انا كاني المورد اعطيته 15000 وال 500 اللي اعطاني يعني اياها، يعني طلع من صندوق ال 15000 بس رجعت 500. ايوه كسبت 500 صارت مثل ايراد يعني انا المورد يعني المورد ما راح اسدد له ال 500 تمام، يعني ما راح اسدد له اياها، فمعناتها ايش لازم اعمل؟ لازم اثبتها بحساب المورد، لازم اثبتها بحساب المورد. تمام. فمن حساب الموردين الى مذكورين، حساب صندوقي اللي انا دفعتها 15000 والحسب المكتسب 500، يعني هون ايام ممكن الطالب يعني هو عم يحاكي نفسه. هلا انا لو قلت حصل على مبلغ يعني بلغت قيمه التسديدات 15000 ليره سوريه وحصل على حسب 500 وحصل مو بعده كلمه بعده، فمعناتها خلص سدد ال 500 وحصل معناتها صارت 14500. هاي يعني فهون بس مشان الطالب يعني يشوف الفرق. الى مذكورين، حساب صندوق، حساب حسب مكتسب، طبعا المبلغ عباره عن 15500 اللي هن الموردين. نقدر يعني نفسرها لنفسنا او نعلم الطالب كيف يحكي حاله بهالقصة، انه انا وقت اللي قلت دفعت بعدين حصلت على حسن، يعني انا طلع من صندوقي مصاري، هدول طلعوا، كيف بدي اقول انه رجعوا؟ ما عاد اقدر يعني اقول طلع 15 لا طلع 14500 لا، لدقة المحاسبية طلع 15 بس رجع لي 500 كإيراد هو حسب مكتسب. اما لو دغري اشتريت ب 14500 طلع من صندوقي 14500 ما عاد ذكر هلا هون انسى سوسن، مو بس انه يعني انه انا كأني يعني ال 500 هسه انا ما بقى بدي ادفع، يعني هون دفعت ال 15 راحت على ال 15 يعني دفعتها، بس ولكن هسه له حساب معي، هسه له حساب معي 2000 3000 فراحت كمان ال 500 منه من اللي بدي ادفعهم بعدها. فهون بعدين الحسم المكتسب مثل ما تفضلتي هو إيراد ومصاريف وين تقفل في ملخص الدخل، فالقيد الإقفال بيكون من حساب حسم مكتسب إلى حساب ملخص الدخل. العملية طبعا التاسعة وهي قدرت بضاعة 31/12 آخر مدة بالفرع بمبلغ 25000 ليرة سورية. طبعا إثبات بضاعة آخر المدة، لأنه بضاعة آخر المدة لا تقفل، تظهر في قائمة المركز المالي، تظهر في قائمة المركز المالي فتثبت فقط إثبات في 31/12 من حساب بضاعة آخر المدة إلى حساب ملخص الدخل 25000. فنحن القواعد اللي قايلينها للطلاب أو قواعد المحاسبية إنه أي حساب لا يقفل يظهر في قائمة المركز المالي. فأنا هون إثبات ما قلت كلمة أقفال، فمعنى هذا إجباري راح تظهر في قائمة المركز. يعني نقدر نعتبر من ناخذ المعنى اللغة العربية تبع الكلمة أقفال، خلص انتهى، يعني انتهى يعني معالجته ما عاد يظهر. أما إثبات معناتها كأنه لسه في له شغل بالمراحل الأخرى. يعني مو إنه له شغل، يعني حساب موجود عندي ما انقفل، معناتها لازم يكون ظاهر. أيوة بالمراحل القادمة. أيوة في طبعاً في الإعدادات الحسابات اللي بعدها، يعني حسابات خلص خالصين، الحسابات يجب يعني في 31/12 انه نذكر نحن حساباتنا ملخص الدخل شلون يعني بضاعه اخر المده في هذا العام تثبت، ثم في العام القادم تصبح بضاعه اول المده. طبعا بس نحن هلا عم نحكي نحن بقائمه المركز المالي ظهرت هاي الحسابات، يعني هلا مثلا ملخص الدخل بيقول لك ليش ما ظهر ملخص الدخل؟ ملخص الدخل ما انقفل،
عباره عن ربح، بيطلع نتيجه صافي الربح صافي الخساره تظهر بالميزانيه، المركز المالي او الميزانيه، صح، بالميزانيه او قائمه المركز المالي مع حقوق الملكيه. هي يعني انه وانا وقت بحط كمان حساب ملخص دخل، حساب ملخص دخل لا يقفل، تمام، بس ولكن دفعات نقديه ده تقفل، بضاعه وارده ده تقفل، يعني المبيعات المشتريات كلها تقفل، المصاريف كلها تقفل، فالحسابات التي لا تقفل تظهر في قائمه المركز المالي. خلصنا من طبعا هذا الطلب الاول. طالبين حسابات او تصوير الحسابات، تصوير الحسابات طبعا بالنسبه لان كان حساب او البضاعه الوارده، حسابات اول حساب هو عباره عن حساب البضاعه الوارده، تمام. فنحن هون انسي سوسن، انا ممكن هون اقول للطالب وانا عم بحل بالامتحان، يعني انا بعتبر حالي طالب وبدي احل بالامتحان، فانا بكتب القيد، ممكن اكون فاتح حسابات، يعني انا مو عندي دفتر بالايوه، فانا ممكن اكتب القيد وارحل الى الحساب الخاص فيه. فنحن هون بالنسبه لان بما انه هو عباره عن عرض باوربوينت، يعني ما انه يعني ما يعني نعطيهم الطريقه شلون، فاكيد المدرسين عم بيقوموا بهذه الطريقه، ويعني طبعا تمرين وتدريب الطالب على حل هالمسائل هي وهالطريقه مرحله مرحله، مشان الطالب لا ينسى اي قيد. يعني نحن وطريقه فتح الحسابات وكتابه القيود، يعني انا وقت بكتب القيود مو مطلوب مني فتح حسابات، اخذوها بالعاشر تاريخ طبعا قديم، وهلا بيجي تدريب عليها اكثر، ومشان الامتحان في الامتحان النهائي بصير اعصاب الطالب واذا ما متعود بيصير عنده شك في معلومته، بينما اذا الطالب متدرب هاي ما بقى بصير في كل حساب بحسابه يقين تماما. انا بنصح والله الطلاب قد ما كان الطالب واثق من مهاراته، إذا بده يعمل تقاس بين حسابين معلش يفتح حساب جانبي صغير، بتعرف الواحد بيكون بالامتحان متوتر تماما، بيثقب معلوماته، يعني إذا لو مو طالبين حساب البضاعة الواردة معلش يفتحها وتأكد منها، تأكد هي التأكد من الحل تماما أفضل. أول حساب هو حساب البضاعة الواردة، حساب البضاعة الواردة أي قيد في كلمة حساب بضاعة واردة فهون نحن يعني مباشرة راح رحل إلى حساب البضاعة الواردة. طبعا من ضمن القيود هي من حساب بضاعة واردة إلى حساب جاري المركز الرئيسي، رحلنا القيد اللي هو عبارة عن 50,000. بعدين القيد الثاني اللي هو الرد، أو طبعا رد البضاعة للمركز من حساب جاري المركز الرئيسي إلى حساب البضاعة الواردة، رحلنا القيدين، ما في غير قيدين خاص بحساب البضاعة الواردة، رصدنا الحساب، حساب 43,000، وهذا طبعا يقفل فيه حساب ملخص الدخل. بعدين القيد من حساب ملخص الدخل إلى حساب بضاعة واردة، إقفال حساب البضاعة الواردة. نرجع نعيد الملاحظة أنه إذا الطالب نسي وين بده يقفل البضاعة الواردة، يتذكر دائما أنه البضاعة الواردة هي مثل المشتريات، تمام، ولكن من المركز الرئيسي، تمام، ولكن من المركز الرئيسي، فأنت بتعرف مسبقا المشتريات تقفل في الجانب في المدين من ملخص الدخل، نفس المعاملة نفس البضاعة المعالجة. ايوه نفس المعالجه البضاعه الوارده، تمام. الحساب الثاني هو حساب الدفعات النقديه، كمان طبعا الطالب يعني لو الطريقه اللي انا يعني قلت لك اياها قبل شوي انه راسا مرحل القيود كان راسا الحساب طلع معه، بس انا افرضي انه انا ما مرحل القيود، حليت المساله وكتبت القيود، برجع قيودي قيد ببدا من القيد الاول، ايش في عندي قيد في حساب دفعات نقديه؟ طبعا برحل القيد، عندي قيد من حساب دفعات النقديه لحساب الصندوق برحله مباشرة 70,000 ليرة، تمام. بعدين عندي قيد من حساب الصندوق إلى حساب الدفعات النقدية 20,000 ليرة، برصد طبعا الحساب 50,000 ليرة سورية من حساب جاري المركز الرئيسي، بحط طبعا حساب الدفعات النقدية في جاري المركز الرئيسي، لأنه يعني حساب المركز الرئيسي لازم طبعا بيظهر بالميزانية أنسي سوسن، وقت لأنه عبارة عن رأس المال، فهو المركز الرئيسي هو عبارة عن موجودات ثابتة، جاري المركز الرئيسي هو يمثل البضاعة والنقدية، تمام. طبعا هلا البضاعة هي حطيناها نحن قفلناها بملخص الدخل، فهون هو يمثل عبارة عن النقدية الموجودة، يعني هلا 50,000 بتظهر أنسة بقائمة المركز المالي، أنا عندي 50,000 جاري المركز الرئيسي، هلا هو الطالب رأسا هو إيش بيقابله؟ بيقابله معناتها في نقدية بالصندوق 50,000، تمام. لأنه دائما نحن عندنا قاعدة هي عبارة عن توازن الميزانية، توازن طرفي قائمة المركز المالي. طبعا وقت بقول قائمة هي تعرض الموجودات أول شيء أو طرف الموجودات مباشرة بعدها، طبعا بطالع قيمتها للموجودات، بعدين بنجي على الطرف حقوق الملكية طبعا حقوق الملكية والحسابات الدائنة الأخرى ليطلعوا متوازنين. فمعناتها أنا إذا كان على شكل قائمة بدي أقول كل حساب
بالاول او بالموجودات او بالاصول بده يقابله حساب تاني، ليش مو متوازنين؟ يعني بده يكون متوازنين. طبعا الشكل القديم اللي هو للميزانيه كانت كفي ميزانيه، نحن هيك كنا يعني مثل دفتر الاستاذ شرح للطالب. ايوه انه طرف الموجودات والاصول انه هو بده يساوي طرف راس المال والمطالب الاخرى طبعا، فهذا الطرفين الميزانيه، فاي حساب موجود هون بيكون مقابل لإله شيء. تمام. هون بالنسبه لنا جاري المركز الرئيسي الدفعات النقديه حطيناها بجاري المركز الرئيسي، ليش؟ لانه معناتها في الصندوق في عندي 50,000 يقابل الطرف الاخر او طرف الاصول. بعد القيد طبعا من حساب جاري المركز الرئيسي الى حساب دفعات نقديه، اخفاء الحساب الدفعات النقديه. طبعا بعد الحساب اللي بعده اللي هو حساب المركز الرئيسي، نحن اول شيء راسا مباشره ان حساب المركز الرئيسي هو حساب يمثل راس المال، هذا حساب اكيد لا يقفل. وين بده يكون اذا بدنا يمثل راس المال؟ فنحن بنعرف راس المال دائما يظهر في قائمه المركز المالي، لذلك هو لما بده يكون لا يقفل هذا الحساب. فحساب المركز الرئيسي عندي قيد واحد، اول شيء رصيد سابق، يعني تذكري وقت قرانا التمرين كان في عندي ثلاث حسابات طبعا ثلاث ارصده الحسابات سابقة. هذا طبعا يلي بيظهر بقولوا بدفتر الموازين يلي اخذينا نحن سابقا، في عنده هو دفتر كمان عنده دفتر موازين، يعني في عندي ارصده موجوده، فعندي رصيد للمركز الرئيسي سابقا 10,000، معناتها هو بعت لي اصول سابقه 10,000 من السنه الماضيه، وهالسنه ايش قد بعت؟ بعت 10,000. عندي قيد من حساب الأساس إلى حساب المركز الرئيسي، طبعا رحلنا القيد ورصدنا الحساب طلع 20,000 ليرة سورية، هاي رصيد يذهب للميزانية أو لقائمة المركز المالي. طبعا حقوق الملكية في البداية طبعا. جاري المركز الرئيسي طبعا كمان مطلوب مني جاري المركز الرئيسي، فأي قيد موجود يعني في موجود جاري المركز الرئيسي يرحل إلى حساب جاري المركز الرئيسي. عندي قيد من حساب جاري اول شيء رصيد سابق، نطلع على الارصده السابقه ان في ثلاث حسابات. هلا اول شيء حطينا طبعا رصيد سابق، كان شوف الحساب السابق المركز الرئيسي كان 10,000، جينا الحساب التالي اللي هو جاري المركز الرئيسي 50,000، ضل عندنا بضاعه واحد كمان ستكون يعني ستقفل بعد من حساب طبعا جاري المركز الرئيسي. نيجي على القيود، عندنا اول قيد يعني طبعا ترحيل القيود بالطرف المدين من حساب جاري المركز الرئيسي لحساب بضاعه وارده هي 7,000، القيد راسا رحلنا مباشره على الطرف المدين. في عندي قيد ثاني من حساب جاري المركز الى حساب دفعات نقديه 50,000، وقت ارسلنا 50,000 بعد بالطرف الدائن الرصيد السابق، جاري المركز الرئيسي رصيده السابق دائن. ليه رصيده السابق دائن؟ لانه هو طبعا عباره عن حساب مثل ما تفضلت الآن انه هو هذا الحساب هو عباره عن دائن، ايوه لانه يعني هو هذا المبلغ من السنه الماضيه للمركز الرئيسي، ايوه الى المركز الرئيسي حول لحسابات العام الاخر، ايوه للحسابات العام التالي، فهي صارت ارصده سابقه بالنسبه لهذا العام. عندي قيد المصاريف، طبعا مو في مصاريف دفعها المركز دفعها المركز عن الفرع، هو القيد من حساب المصاريف الى حساب جاري المركز الرئيسي. في بضاعه من حساب بضاعه وارده الى حساب جاري المركز الرئيسي 50,000. من رصد الحساب طبعا طريقه ترصيد الحساب كلياتنا بنعرف انه بنترك سطر فاضي بعدين بنحط سطر المجموع، بنجمع الطرفين 105,000 اكبر من الطرف المدين، بيطلع معي 48,000 رصيد دائن، وهذا بيظهر في الميزانيه. بعدها الحساب المطلوب هو حساب ملخص الدخل. حساب ملخص الدخل طبعا كلياتنا بنعرف جينا على بضاعة أول مدة، قلت لك أنسى في حساب موجود هي بضاعة أول مدة، فبضاعة أول مدة حطيناها أو أقفلناها، خلينا نقول هي إقفالة بضاعة أول مدة تقفل، ليش؟ لأنه جت من العام الماضي من حساب ملخص الدخل إلى حساب بضاعة أول مدة 15,000. حتى نحن في عنا إعادة فتح حسابات أنسى، يعني كل ما عام إذا راح بيجي عام بعده بيقولوا إعادة فتح حسابات، يعني هلا هون الى حساب بضاعه اول مده، هاي حسب المنشاه الطريقه تبع المنشاه. من حساب ملخص الدخل طبعا الى حساب بضاعه اول مده 15,000. بعدين في عنا اقفال مشتريات، اقفال مبيعات اقفلناها يلي هو طبعا مشتريات من حساب ملخص دخل الى حساب مشتريات 80,000. في مبيعات من حساب مبيعات طبعا وقت اقفلناها صارت مدينه من حساب مبيعات الى حساب ملخص الدخل 150,000. بعدين صار عندي دين معدوم يلي هو 1000 ليره من حساب دين معدوم الى من حساب ملخص دخل الى حساب دين معدوم، يعني هذا القيد رحلته هو عباره عن ترحيل قيود فقط.
كلها بعدين في عنا مصاريف، في عنا مصاريف كلها مأخوذة من القيود السابقة. نعم. صح، المصاريف 15,000 من حساب، طبعا كان القيد من حساب ملخص إلى حساب مصاريف، لأن المصاريف مدينة وإقفالة دائنة. وعندي كمان حسب مكتسب يلي هو كسبنا ال 500 ليره اللي كنا هلا عم نحكي فيها هي كسبناها، فهي رح تكون بالطرف الدائن من ملخص الدخل، لانه ايراد من حساب حسب مكتسب الى حساب ملخص دخل 500. بضاعه اخر مده اللي اثبتناها وهي 25,000 من حساب بضاعه اخر مده الى حساب ملخص دخل 25,000. طبعا في عندي بضاعه وارده كمان، مو رصدنا بضاعه وارده 43,000 من حساب كمان ملخص الدخل الى حساب بضاعه وارده. خلصنا الحسابات، هلا رح نرصد الرصيد، بيطلع معنا الرصيد 21,500، هي عبارة عن صافي الربح. طبعا لهون بكون هي آخر طلب هو مطلوب في هذه، طبعا في هذا التمرين. فخلصنا من تصوير الحسابات وخلصنا من القيود، فهون الطالب إذا اجتاز هذه المرحلة واستطاع أن يسجل القيود وأن يصور الحسابات، فهو حصل على مهارة هذا البحث. وهذه محاسب، صار محاسب تقريبا. لا هلا نحن بالنسبة لنا هي بداية يعني، فهو هلا طالب ثانوي ممكن طالب يبدأ بكالوريا يعني. وبعدين أنسى وقت الطالب بيحلو بيطلع مبالغ صحيحة، بصير عنده ثقة بنفسه. تمام. يعني أنا وقت أدخل على سوق العمل، وأنا وقت كنت طالب كان تطلع معي أرصدة صحيحة، يعني يطلع معي مبالغ صحيحة حسابات. هلا نحن في عنا مثلا نسب للمؤونه للمخصصات، يعني سواء للاهتلاك سواء للاوراق قبض، اذا حسب الطريقه صحيحه وطلعت صحيحه فبصير عنده ثقه بنفسه. من هون انسه زهراء منطلق وقت بنحكي مع طلابنا انه لا تدرسوا الماده بشكل تجاري. شو قصدي بشكل تجاري؟ انه يعني انا بدي اخذ علامه، بدي ادرس الشيء اللي بدي احفظ الشيء اللي بخليني اخذ علامه والباقي ما بيهمني. لا، بتطلع انت على سوق العمل كانك مو دارس شيء، بدك ترجع تشتغل لحالك من اول وجديد. اما هون اذا كان عم يدرس بفهم، يعني حفظ زائد فهم سواء، مو بس حفظ ولا بصم لحال، هون بيقدر يطلع لسوق العمل مستعد نوعا ما. بصير بده صقل مهارات بسيطة، يعني ما بصير بده يعيد من أول. هي اللي بنحاول دائما ننبهها لطلاب، أنت ما بيهمك يا ابني هي الشهادة اللي بتاخدها، هي الشهادة اللي بتاخدها هي مفتاح الدخول لسوق العمل، بس إذا دخلت لسوق العمل وما عندك هالمهارة هي كأنه ما معك شهادة، بدك ترجع تشتغل لحالك من أول وجديد. عشان هيك لازم يعرف قيمة كل معلومة، قيمة كل حساب. أنا صارت معي أنه أنا مرة دخلت على مصرف، أحد المصارف في حلب هو عبارة عن مصرف عقاري. أنا دخلت يعني في عندي هناك عمل ما، ولا شفت أحد طالباتي، يعني أنا كنت بالتدريس، فيعني عندي طالبات متخرجين في منهم راحوا على الجامعة راحوا على المعاهد. فأنا دخلت يعني حسيت هيك إجت الروح، يعني إجت أنسة لا خير يعني شوفي، قالت لي أنسة بس بدي أسألك سؤال، نحن كمصرف عقاري بدنا نبعث لمصرف تاني، إنه القيد مو هيك القيد المحاسبي؟ قلت لا، قلت لها أنا فسري لي إياه. قام فسرته قلت لها صح. قالت لي أنسة والله هيك أنا قلت له ما بعرف، يعني كثير انبسطت إنه جابت حتى أنسة دفع لها. بس أيوة. ليش جيتي بالوقت ليش المناسب يعني؟ القيد صحيح ليش؟ لأنه هي حللته تحليل. أيوة. تحليلها أيوة. صح يعني هذا يعني اللي حللته بشكل صحيح. يا ابني حلل صح، فكر صح، لا تحفظ بصم. اول مره بصمه ممكن بينسى بيقع بمشكله، اما وقت بيحفظ عن فهم وبينسى بيرجع بيستذكر بيرجع بيتدارك. يعني انسى لو حل هلا هو طالب عنا بالمدارس او بثانوياتنا بشكل عام، لو حل الخطا نحن علينا، نحن اصلا هو ده يحلل، يعني نحن شغلنا نقومه ونحن نصحح له الخطا. يعني اذا حلل بشكل خاطئ نحن لازم نصحح عشان يعرف يحلل اذا وقع باي موقف. يعني هلا انا انسى سمسم قال لهم ممكن انتم ما تكونوا قاعدين، يعني ممكن تكونوا قاعدين في مجتمع ما، في جلسه ما، ممكن التعريف عن نفسكم انه انا خريج تجاره مثلا او خريج ثانويه تجاريه، يسال احد سؤال الاسئله سؤال هو يعني. حتى انا بقول لهم حتى مو بس المناهج، يعني نحن بنعطي مناهجنا، وهي ممكن المدرس يتوسع انسى، يعني نحن علمنا مو ممكن عبارة عن المفروض عن انه يتوسع يعني. فانا بقول لهم ممكن يسالك سؤال انت، يعني مثلا الاسواق الماليه، ممكن انت اذا بتعطي محاسبه، يعني طبعا نحن عندنا محاسبه ضريبيه ويعني بالمرحلة الحادي عشر الثاني الثانوي، ممكن تعطي ضريبي، ممكن إذا بدك تتوسع عنده فكرة عنه يعرف فكرة. شو هي. فأنا يعني هيك يعني طالب أنا يعني بريد إنه نعطيه ثقة بنفسه، يعني نعطيه معلومة، يعني معلومة ما صعبة ويحس إنه هو قوي فيها. تمام. هو الكتب المحاسبة اللي عندنا سواء بالعاشر أو الحادي عشر أو البكالوريا
يعني بتأهل الطالب فعلا انه ليدخل سوق العمل مباشرة لو بشكل بسيط، يعني ما يستلم إدارة طبعا دغري، طبعا ولكن عنده معلومات محاسبية غنية وفيرة لحتى تساعده على الانطلاق. يقدر أيوة يعتمد عليها بالانطلاق. حتى الكتب النظرية كمان مثلا مثل مادة التسويق أو إدارة المشتريات كمان إلى بتعطيه حد معلومات كافية لدخول سوق العمل، حتى لو كان هو حتى أنت بالكلية مثلا أي هلا نحن يكمل بالنسبة لنا نشاطه. يعني كانت أساسا بالمناهج في عنا شيء اسمه توصيف، يعني أنا خريج البكالوريا ممكن شو بكون بسوق العمل أو شو ممكن يستلم بسوق العمل، يعني مثل ما لا شوية صار محاسب لا لا ما يعني هسه ما صار محاسب لأنه هن كان مساعد أيوه محاسب إذا خريج إيه بكالوريا فهو واشتغل على خريج حاله بكالوريا طبعا هي يعني كشهادة يعني أيوه كشهادة، يعني في شيء اسمه خريج بكالوريا شو بده شو هذا توصيفه بسوق العمل، خريج المعهد له نحن مهني تقني صار تعليم تقني المعاهد، فهو خريج التعليم التقني شو بكون مستوى شو المستوى الوظيفي اللي ممكن يشغله بسوق حسب العمل شهادته حسب طبعا شهادته التصنيف طبعا المعياري ايه وغير طبعا انه ممكن معايير هو هلا الاعتماد على الذات مو بس الشهاده الجامعيه، طبعا يعني هذا اللي عم الدورات نحكي نحن طبعا المحاسبيه بس كيف نحن عم نحكي انت انه عم كبدء تتابع يعني او لحالك يعني ما اي ممكن مثلا البدايه يعني ايوه معه مثلا معه بكالوريا ممكن يحل محل يلي بده مثلا يفهم مخرج شو لا ما بصير تتمه يعني الطريق. في بعدين التدريب كثير له تاثير تمام كثير كثير مهم التدريب، والطالب ما راح يعني اي طالب مو حتى بس عنا في اي مجال، يعني هلا الطبيب يلي متخرج جديد مثل الطبيب يلي شاف 1000 حاله مثلا اكيد لا ولا شاف 200 حاله فيختلف حسب عدد الحالات وحسب يعني الشيء، هلا نحن ما راح نقول على الطبيب تدريب لانه هي ارواح يعني من ايده اكيد، بس عدي عليه حالات فهو بيكتسب منه طبعا بيكتسب خبره منه بيكتسب هالامور منه تمام. نحن عم نقول ننطلق اكيد التدريب والتاهيل ويشتغل واحد على حاله، بس ينطلق من المعلومه اللي هو هلا مجبر يدرسها لياخذ اساسي الشهاده، ايوه ينطلق من انه يفهمها، ينطلق من انه يحاكم محاكمه عقليه، يحلل تحليل محاسبي صح لحتى يقدر بعدين لو بسوق العمل اعترضته هيك مشكله او كذا يقدر بالتحليل يقدر يوصل لحل نوعا ما يكون صحيح طبعا طبعا تماما. اكيد. ويعني انا واثقه انه جميع مدرسينا يعني في كف يعني في كل القطر ما بيبخل على على أكيد. طالب بس هو باي يسال معلومه بس بس هو هو الطالب يسال يسال هاي هو ما بقول لك بيبحث عن ممكن وانا عم المدرس بحس ايه جاهز يعني قلت لك ممكن يعني يخطر له سؤال، يعني انه انا دائما بقول لهم السؤال من حق الطالب، يعني شو انت حقك انه انت تتنفس، هو التنفس حق للجميع بس سؤال حق للطالب تمام. مهما كان يعني مهما كان بسيط مو بسيط باي مستوى من مستويات الاسئله فهو مقبول من الطالب اي سؤال يعني احيانا بيسالوا الطلاب سؤال بخجل بحسوا انه لا شو نحفظ، هذا السؤال اللي بيسالوه كل لا الطلاب هي كلمه شو شو نحفظ العلامه وشو العلامه او كيف حنقدر نوصل للعلامه تمام. هلا انت اذا حفظت عن طريق الفهم ما في داعي تعرف شو خلص كل ما موجود في الكتاب مطلوب منك يا ابني، فانت حاول هلا انه تحفظ عن طريق الفهم تمام لحتى لو نسيت فكره تقدر تتداركها بعدين هلا وتستفيد بعدين من العلم اللي اخذته ان كان تجاري ولا غير مهني او ولا غير علم. بحثنا الفروع المستقله تاكيد تمام لحكيك، يعني الطالب اللي درس 10 و11 وهو مو مستوعب باصل بالتمام مستوعب برافو عليكي تمام الجرد المعلومات الجرديه المعلومات رح المحاسبيه يلاقيها سهله بده يلاقي هون ما في شيء جديد بالنسبه له غير العمليات المتعلقه بين المركز والفرع، الباقي كلها معلومات اخذها بالحاله، اما اذا دارسها بس بشكل تجاري لياخذ علامه بس يطلع مع الاسف ينساها يرجع يبلش تمام ويرجع يحفظ بده مدرس يرجع يرجع يحفظ تماما انه هي منين اجت وهي ليش وهي لا العمليه مو متكاملة يعني مستمرة مستمر نفهم عملية التعليم لما نخزن المعلومات لقدام لسه بدنا نطورها أكيد بالمعاهد وبالجامعات إن شاء الله أكيد إن شاء الله. هي قاعدة يعني دايما الشهادة الثانوية هي عبارة بحسها أنه هي بداية مفتاح، يعني أنا بدي أفتح معهد تقني فهي المفتاح للمعهد التقني، أنا يعني جامعة طبعا إذا كان من المتفوقين اللي هن عبارة عن 5% اللي بيروحوا على الجامعه فهو فتح هي بالبكالوريا بحسها مفتاح ل ايوه لمستقبل سواء كان حتى بالمعهد، يعني حتى انا بشجع طلابنا انه انتم بالبكالوريا اخذتوا مثلا جمعتوا ما يعني ما كان في فرصه، يعني في ايام انسه سوسن في ناس بتتعرض بمرض طالب بيصير عنده ظروف اذا محضر يبصم حاله بعدين حاله نفسيه في منهم عندهم اوام ايام حاله نفسيه بمرض يعني بيجيهم مرض خوف فانا بقول ما بتروح الفرصه منكم، فممكن من المعهد يعني حضرتك يعني اكيد يعني
هالامر معروف انه 3% من معهد دوهار جامعه، يعني في فرصه ثانيه للجامعه بكل اختصاص. ايه في كل يعني اختصاصين محاسبه ومصارف وتأمين، من كل اختصاص 3% بيروحوا عليه. فبقول لهم في فرصه ثانيه، يعني الطالب ما لقيت فرصتك بالبكالوريا ممكن تلاقي اذا ما طلع من 3% ممكن يدخل مفتوح او افتراضي. ايه طبعا او جامعه خاصه مثلا، يعني يكمل كليه اقتصاد بصير طريقه. حتى انا بقول لهم ياخذ بصير معه شهادتين، لانه عندما يكون من المتفوقين في المعهد فهو ياخذ شهاده المعهد نظام أكيد. وبعدين بيروح على الجامعه سنه ثانيه وبرجع بياخذ شهاده الجامعه، فبصير هو حائز على شهادتين تمام. شهاده معهد تقني وشهاده جامعيه تمام. يعني فرصه. انا بقول لهم بالعكس، يعني هلا في طلاب انه بيساقوا انا ما دخلت جامعه انا ما بعرف شو معهدك، بجوز يعني الله سبحانه وتعالى يعني هيئ لك افضل من السابق، صار افضل جامعة من معك جامعه معك جامعه يعني صار معك جامعه ومعهد، يعني حتى فرص العمل مفتوح او افتراضيه اذا كان مشغول بسوق العمل او فات لمجال الاعمال بالافتراضيه هو ببيته في فيه. هلا حتى سوسن في يعني انا بعرف طالبات كمان سابقين من عندي حاصلين على شهاده معهد وجامعه، ف يعني احد المؤسسات الحكوميه مسابقه المعهد اخذت شهاده المعهد، طلبت على المعهد ما طلبت على شهاده الجامعيه، فاستضفت على شهادة المعهد، فهي الله سبحانه وتعالى هيئ لها هذه يعني شهادة المعهد مشان مثلا تنال هذه الوظيفة اللي هي طبعا تدخل في مجال عمله. يعني ايه يعني بقول لهم دايما يعني الطالب دايما يخليه ياخذ الجانب الجيد، يعني الكاسة نصها فاضي ونصها مليان، فانا بطلع على الجانب اللي فيه يعني اللي فيه خير اللي فيه امور جيدة. يعني خاصة خلينا طبعاً كمان نتطرق لهالموضوع، التعليم التجاري بايامنا هي لا يمكن الاستغناء عنه بكل مجالات الحياة، يعني اي عمل اي عمل تجاري او صناعي بحاجه لتسويق، علاقات عامه، محاسبه، سكرتارية، اي عمل زراعي، موارد بشريه، هلا دخلت بكل المجالات، يعني اي عمل من اسباب نجاحه الاختصاصات التجاريه اللي هي عم تديره وتنظمه. ما يستقل الطالب باختصاصه، ياما في ناس بنعرف كلنا بعد ما درسوا مثلا هندسه واختصاصات تنرجعوا عملوا ماجستير اداره اعمال او دخلوا اداره كثير عم تصير بهالوقت حتى يديروا اذا عندهم مشروع خاص او لحتى يلاقوا فرصه عمل اكثر. فلا يستهين الطالب بالعلم اللي بين ايديه شو ما كان هذا العلم. يعني انا اسسها حتى بقول لهم اي مؤسسه كانت زراعيه وان كانت يعني اقتصاديه وان كانت صناعيه وان كانت غذائيه، كل مؤسسه فيها جانب مالي، لانه طبعاً اي عمل اي عمل يهدف الى الربح. احيانا الخساره بتجي من عدم اداره الجانب المالي بشكل صحيح، مو طبعاً من العمل او استلام الاشخاص غير فشل احيانا بيكون باداره المال او اداره الناحيه الماليه، هي كثير شغله مهمه. يعني بيقول يلا انا مثلا بفتح واحد مشروع صغير، يلا انا بمسك محاسبته شو هالشغله، بس بعدم درايته بالحسابات وتصنيفه وترحيله ممكن اخطاء بالحسابات تبين انه خسران، بس هو فعلا عمله ناجح. اداره المشافي حتى المشافى مثلا ممكن هذا عمل مو تجاري بدك تقولي، بس صار مدير المشفى مضطر يعمل يتعرف على الحسابات طبعا ياخذ اجازه باداره الاعمال لانه هي اداره يعني ما عاد لها علاقه بمهنتك كطبيب انت صح. يعني لهالدرجه صارت الموضوع مفروض يعني اي مجال او اي عمل يهدف الى الربح. يعني حتى مثل ما تفضلت حضرتك طبيب يعني نعم. المشفى ايش هي عباره عن مشروع انساني يعني هو يخدم المرضى نعم. فنتيجه خدمه المرضى لازم انا احصل يعني على يعني مو على مهاره أنا الطبيب كطبيب بده تكون مهاره بالاداره طبعا. مو كل شخص ممكن يكون اداري ناجح تمام. صار بده الشهادات يعني يحصلوا عليها ليتمكنوا من اداره المشاريع هي طبعاً. هلا هو زاد معنا هذا الوقت، صارت فرصه حلوه انه نعطي الطالب فكره شوي يعني التجاره بس ملخص شوي نحن ماده المحاسبه الخاصه شوي انه الفائده منها او هيك تحبي تحكي شيء عن هدى؟ والله ماده المحاسبه الخاصه انا بشوفها بالنسبه للطلاب ممكن يستصعبوها شوي، بس المفتاح الاساسي انه يعتمدوا على الفهم. يعني انا ما بدي ابصم القيود من بضاعه الامانه للجمعيات كلها، لما نفهم القيد لشو فتحناه ولشو يعني فهم وليس حفظ او بصمه مثل ما عم نقول. بالنسبه للفروع ممكن يقولوا نحن نخربط شوي بين التكلفه، الموضوع كمان بسيط جدا، في عندنا مثل ما قلنا فروع مستقله غير مستقله، ممكن ميز الفروع غير مستقله بين الفروع تبعت بسعر التكلفه، في إلى طريقتين، إما فتح حساب حسابات متعددة. أهمية النظري، أهمية النظري كمان الطالب يعني بيهرب من النظري ما بيعرف يحل عملي، يعني وقت بيتمكن بالنظري بيقدر يمكن هالمعلومات اللي عم تقوليها
يقدر بعدين بالعملي او بالمسائل يعني يتمكن. بده ياخد فكرة عامة عن البحث، ما مو بس انا بجزئ، لا بدي اقرا لي وقارن تمام بين التكلفة، سعر البيع، الفروع المستقلة، مثلا بحل مسألة تكلفة ومسألة سعر البيع، يشوف شو الفرق بيناتهم. يعني ممكن يقولوا لك انه عم نقرا واحدة وننسى الثانية، ليش عم تنسى؟ الشغلة بدها فهم، يعني طبعا. تستفهم او اولا. يعني مثل ما تفضلتي حضرتك، نحن في عنا التعلم بالنظر، هاي مهارات الحياة، مهارات التواصل، انه انا ممكن وقت بنظر اتعلم اكثر من وقت بقرا بس قراءة. يعني مثل ما تفضلت حضرتك، وسعر التكلفة اقرا او اقرا مسألة واقرا مسألة ثانية، فانا وقت قريت الثانية بسعر البيع سعر التكلفة طابق. راحت من ايه، راحت من ذهني، بس وقت بحطهم جنب بعضهم بكون التعلم اكثر. تماما، اي يعني بتعملي بصير عن مطابقة. طريق النظر، انا وقت شفت الطريقتين جنب بعضهم قارنت بيناتهم، عرفت الفرق بيناتهم، وين في هذا يعمل أوجه حلو ودي ما. تشابه وفي أوجه اختلاف بيناتهم كمان، يعني شوف نقاط يعني التشابه والاختلاف بين الاثنين. ايه انسي سوسن، هي موضوع المقارنه اللي تفضلت فيه الانسي، هي هون عاده نحن بالموكل الوكيل بضاعه الامان، فعلى السبوره ممكن يعرضوا دفاتر الموكل وبجانب دفاتر الوكيل، وتتم المقارنه انه الموكل يلي هو ايش هي الحسابات يلي او القيود اللي بيكتبها عنده، والوكيل شو هي القيود اللي بيكتبها عنده. فعن طريق المقارنه ممكن الطالب يعني يوصل يعرف للفكرة ايوه، بشكل صح. يعني او مو بس انه والله ثبته تثبيت طرقتي للمعلومه. أنسة زهراء لنقطة مهمة كتير. أحيانا بنصادف طلاب، يعني ما نحن بيكونوا الطلاب ونحن اللي بنعطيهم، بيقولوا لك أنسة أنا ما بعرف أكتب إلا الموكل والوكيل مع بعض قيد بقيد. هاي بصمة يعني صارت، هاي لانه بده بين عم يفهموا لها. يعني بيجيبوا. هي منيح اللي أيوة حكيتي عن الموضوع، يعني وقت قالت انه أنا نكتب الموكل والوكيل مثلا، إيه مو نحفظها بصم، يعني طبعا. مشان المحاكمة العقلية، مو معناتها اذا ما كتبنا الموكل ما نعرف نعمل الوكيل، لا لازم نعرف يعني كل واحد. هلا هو يمكن في البعض بيعتمدوا على هالاسلوب. طب انا بركي اجاني حساب الموكل لحال، دفاتر الموكل تمام، او دفاتر الوكيل وما كان لحال، في وقت ما احيانا في وقت، ما بدي حل شخصيا. انا المسالتين. انسي انا الوقت اللي نحن عم نحكي، نحن عن طريق تثبيت المعلومه، تثبيت المعلومه انه انا احل مساله، انا ما بدي من الاول ابدا، ما ببدا بالاعطاء باثنين، بعطي دفاتر الموكل لحاله وبعطي طبعا دفاتر الوكيل لحاله، بس نحن عم نحكي انه شلون الطالب وقت بده عشان يثبت يقارن. المعلومه. تماما، ايوه المقارنة هاي صح. بس تمام، أنا بس نوهت ايوه بس لبعض الطالب ايوه الطلاب، بعض ايوه هاي انا الطلاب بقول لك يعني أنا هون ايوه هدول بيفاجئوني، يعني شو منين جبت هالمعلومة إنه بكتب قيد بقيد؟ لا، مثل ما تفضلتي، بعمل حسابات اول موكل، شيء بعمل هلا نحن حسابات بنبدا وكيل، بطريقه وعندي مهارة التدريس. لأكتب الاثنين بعدين مع بعض. فطريقه التدريس هي غير طريقه انا وقت بدي اثبتها، انا المعلومه عندي صارت عندي معلومه الموكل وعندي دفاتر الموكل وعندي معلومه دفاتر الوكيل، فانا اجتني مساله فانا قادره انه انا اكتبهم، يعني يكتب دفاتر الموكل دفاتر الوكيل، حتى ممكن في بنفس الامتحانات المهارة، بنفس المهاره مو ايه مع بعض بنفس يا ما بعرف المهارة. اكتبهم صح. فانا ممكن اكتبهم اثنيناتهم واعرف اثنيناتهم وعن طريق المقارنه، بس ما بدي يكون هاي قاعده انه انا دايما بدي اكتب اثنين، لا حسب تمام، هاي المطلوب. صارت بصمه. ايه حسب المطلوب، فانت بالامتحانات ممكن يجي دفاتر موكل، ممكن يجي دفاتر وكيل لحاله، ممكن تيجي دفاتر موكل نرجع هون وكيل. لموضوع فهم الطالب. لما انا فهمان شو المشكلة عندي اني اكتب دفاتر الوكيل مباشرة، ما في عرفت مشكله شلون؟ ابدا. فعم نقول ما بدنا نبصم، بنفهم لحتى نقدر نوصل لنتيجة وبعدين انسي المطلوبة. زمن زمن الامتحانات دايما تكون مدروسه، يعني زمن الامتحان انا اشيل ما طالبته ما عليه ما وقت، حل شيء ما راح احسب وقت صح. له اذا يعني. كمل بالجامعه ايوه كمان، يعني صار تماما. وقت اضيق هنيك، جوز ما معي وقت حل شيء مو مطلوب مني، بيروح شيء يعني مطلوب حتى هلا مني. الوقت يعني بالنسبة الاسئله دايما للطالب مثل ما تفضلتي محسوب محدود، يعني حسب مهاراته الوقت عم بيكون تماما مطلوبه منه طبعا. ايه على قد امكانياته، فما بحل شغلات ما انا مطلوبة مني. ماشي، إذا بنهاية هالندوة إن شاء الله نكون أفدنا طلابنا، كملنا الله. البحث وزاد متسع من الوقت، لهيك بعض نصائح قبل الامتحان عن التعليم التجاري. شكرا لكم، شكرا أنسة هدى، شكرا أنسة، معلش أنسة، بتمنى شوي التوفيق ضغط لطلابنا. يعني بس بتمنى من طلابنا إنه الامتحان ما هو عبارة عن رهاب، ما يخافوا الامتحان صح. هو عبارة عن ساعات، انا هالساعات هي بدي اختبر معلوماتك خلال فيها السنه اختبار معلومات، تمام. يعني لا يفكر حلو. الطالب انه الاسئله رح تكون معاجزه له او الاسئله رح تكون من داخل يعني مشان الكتاب ايوه اللي نحن اخذه خلال السنه الاسئله هي عباره من منهاج،
تماما. ولكن الطالب يلي هو طبعا قادر على المحاكاه وعلى التحليل وعلى تحليل البنود رح ياخذ علامه اكثر من الطالب الاخر، بس لا يتوتر. التوتر يعني انا كثير يعني بننبه عليه، بننبه على موضوع التوتر. احيانا التوتر بيروح معلومه حافظها الطالب. أنا اكيد يعني بركز كثير على حل اسئله الدورات لبرهن للطالب ان اذا ما شاف اسئله الدورات ما بيقتنع انه كل شيء عم بيجي بالامتحان هو من ضمن الكتاب. ما في شيء عم بيجي من برا، فلما بيشوفوا اسئله الدورات بحلوها بيتفاجئوا، والله يا انسه اسفه من اسئله الكتاب. لانه بيحلوها وهن بالصف، بس انا قصدي انه انا يعني انا الملاحظه اللي عم بقولها مشان انه وقت الامتحان ما يتلبك، يعني وقت الامتحان يكون عباره عن ايوه وضع يعني يعطي اريحيه لنفسه، يعني ما يوتر نفسه ما يتشنج. انتبه على شغله اساسيه بالمحاسبه، انه المهاره الاساسيه الدقه مع القيد، لازم يكون كل متكامل، ما ينقص منه لا مبلغ مدين ولا دائن ولا جانب مدين ولا شرح قيد ولا شرح معلومه ولا تاريخ اذا موجود، يعني كل البنود كل البنود وكل والله يوفقني يا رب. ولا يحل شغلات ما انا مطلوبه منه، مثلا مو مطلوب منك فتح حسابات، مو مطلوب منك قيود الاقفال. هي ده الاجابه على قد السؤال، للسؤال يعني الاجابه تكون بقدر السؤال تماما. وان شاء الله هيك التوفيق للطلاب، وان شاء الله هيك يعني كلهم يكونوا ناجحين ان شاء الله تعالى. شكرا لك كمان انسه زهراء، ونتمنى ان نكون حققنا الفائده والمنفعه لطلابنا، ونتمنى ونرجو لهم التوفيق في امتحاناتهم، وإلى اللقاء في ندوات أخرى إن شاء الله.